النحلة المرورية. عقد الأمم المتحدة 2011-2020. معدلات حوادث الطرق في مصر تفوق المعدلات العالمية، حيث تصل إلى نحو 12 تصادماً يومياً. وقد دشنت مصر حملة إعلامية باسم ابدأ بنفسك، التي يتعاون عبرها الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وعدد من منظمات المجتمع المدني، لرفع وعي المصريين عن أهم سبل تجنب تلك الحوادث. لتنبثق عن الحملة مبادرة للنشء باسم النحلة المرورية. النحلة المرورية هي اللي بتظبط المرور، تخلي القواعد المرور الأطفال يعرفوا يركبوا مع ماما وبابا، أو كل شوية بقول له ما تزدش الحزام، قل له اربط الحزام وانا كمان، وتسوقش بسرعة وانا والاطفال بيلعبوش قدام. بحب الناحية المرئية جدا، وانا قلت لبابا يعملها لي عشان النحلة المرئية دي بتعرف تضبط المرور. والحقيقة ان كل من عنصري التعليم والوعي يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في الحد من حوادث الطرق. فحسب إحصاءات البنك الدولي، تقع أكثر من 70% من الحوادث في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لخطأ أو إهمال من السائق، وأحياناً بسبب تدني مستوى تعليمه. في الواقع النهاردة إن شاء الله هو الإطلاق الرسمي لحملة ابدأ بنفسك. الحملة موجودة بقالها سنة على أرض الواقع، بقالها سنة موجودة على الطريق. بدأت بفكرة، بدأت بحلم من 19/4/2012. حلم إن إحنا نعمل حراك مجتمعي، نحرك المواطن، نحرك الفرد وهو أساس المجتمع. بدأنا نعمل دعوة على الفيسبوك، بدأنا في تقاريرنا المرورية نشير لكل واحد يبدأ بنفسه. تلقف الحملة مجموعة من الشباب الوطني المخلص، بدأنا نجتمع معاهم، بدأنا نعمل عدد من الفعاليات، حطينا مخطط وبدأنا نعمل عدد من الفعاليات من أجل الوعي، من أجل حراك المجتمع، من أجل جعل المواطن أكثر إيجابية في التعامل مع مشاكلنا اللي هي مشكلة كبيرة نتكلم عنها، مشكلة المرور. جهاز الإداري لوحده مش كافي، لابد أن المواطن يتحرك ثم المجتمع يتحرك. عندنا أهداف كبيرة جدا لهذه الحملة. تم رعاية هذه الحملة بمعرفة مجلس القومي للسلامة على الطرق، ثم تم رعايتها بمعرفة منظمة الصحة العالمية، وده يوم الإطلاق ويوم الميلاد الحقيقي بقى والميلاد الرسمي للحملة النهاردة. أنا بدعو كل واحد من اللي بيشوفونا أنه يشترك معنا في ابدأ بنفسك عشان نبني بلدنا. كل سنة وانت طيب. الحملة بدأت بتعاون مع أحد مصممي الجرافيك الذين لديهم مهارة التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين العقيد الدكتور أيمن الضبع من إدارة المرور بوزارة الداخلية المصرية. ومع فعاليتها التي جابت شوارع القاهرة، بدا واضحا أن الخطاب لابد أن يوجه للأطفال أيضا لتنشئة جيل جديد يلتزم بقواعد المرور وسلامة الطريق، وأيضا كأداة فاعلة للتأثير على الآباء للالتزام بقواعد المرور. فتطورت حملة ابدأ بطفلك. ابدأ بطفلك دي هي حملة موازية لحملة ابدأ بنفسك. حملة ابدأ بطفلك دي مركزة على الأطفال، لأن ان احنا الأطفال ان احنا نبتدي معهم من دلوقتي، هم دول اللي هيسوقوا في خلال كمان كام سنة، هم اللي هيبقوا موجودين في الشوارع وبيسوقوا. فعملنا ابدأ بطفلك، وعملنا شخصية اسمها النحلة المرورية. النحلة المرورية دي هي نحلة كرتونية دمها خفيف قوي، مخصوصة هي بليها ان شاء الله اللي قدام هتكلم الأطفال وتوعيهم وتعمل أفلام كرتون وتحببهم في مجال المرور تحديدا. إن شاء الله النحلة دي إحنا بنشتغل فيها في الصيف ده تحديدا، هننزل النوادي، هننزل المكتبات العامة بتاعت الأطفال، نبقى موجودين معاهم ونوعيهم إن شاء الله. ابدأ بطفلك مبادرة لن تؤتي ثمارها إلا في غضون 10 سنوات من الآن، حين يحصل هؤلاء الأطفال على رخصة قيادة، لكن تأثيرها
نأمل أن ينقذ آلاف الأرواح.